احلام مواطن دايما بنتكلم في الجزئيه الخاصه بالنصايح الطبيه والتوعيه، وجبت في البرنامج ده العديد من المواضيع المختلفه عن كل عمليات وكل الجراحات وكل الامور اللي ببقى حريص فيها اقدم لكم فيها توعيه حقيقيه بشكل طبي. عمليات التجميل في مصر شفنا في الفترة الأخيرة حدث ولا حرج، انتشار غير مسبوق بعد انتشار هذه العمليات، وتحديدا بقى لو لمشاهير أو لنجوم بتبقى المسألة اون سبوت زي ما بيقولوا أو اندر سبوت، بقى انت خلاص بتفوكس عليها، خصوصا ان هي انتشرت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، وكان دايما العنوان بعملها بره أو تحديدا في لبنان يعني عشان أكون أكثر دقة، الإعلامية الزميلة ريهام سعيد. ريهام سعيد شفنا بأن كام يوم قصة كده منتشرة ليها علاقة بفشل عملية التجميل اللي هي كانت عملتها، وخلافات وفيديوهات ولايف ما بينها وبين الطبيب اللي كان بيعمل لها العملية، وهي تنشر وتقول وهو يرجع يرد، وتفاصيل كتير من هذا الشأن. أنا مش جاي هنا أتكلم على جزئية الفنانات أو النجوم اللي بيعملوا عمليات تجميل ونرجع في أي حاجة، لكن أنا حابب إن أنا أعملها بالجزء التوعوي الإيجابي زي ما أنتم شايفين معايا. أستاذنا طبعا ويعني اللي دايما بتبقى مقالاته زي ما بيقولوا كده في الجون او بتبقى بتجيب المعنى، كان في الدكتور خالد منتصر ليه يعني ناشر في الاهرام بتاريخ 15 يناير مقاله ليها علاقه بنفس الموضوع، وكمان كان في بوستات على صفحته اعتقد بتواكب الحدث اللي احنا فيه. طب خلونا نرحب معايا الدكتور خالد منتصر، برحب بيك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ هاني. اهلا بيك يا دكتور خالد. 15 يناير كان ليك مقاله بتتكلم فيها في بيزنس جراحات التجميل، وكان ليك وجهه نظر ان افضل جراح التجميل في منطقه الشرق الاوسط، وان بيبقى فيه تنظيم ومعايير وامور صارمه عشان تبقى فيها حسم للنوعيه الدقيقه والحساسه دي من العمليات. اعتقد كان مقال مهم جدا، حابب اخد عناوين كده من حضرتك في هذا الصدد. هو اولا طبعا انا اكدت في المقال ودايما باكد على ان جراحه التجميل في مصر جراحة متقدمة جدا، فيها مستويات وأساتذة على أعلى مستوى، لكن المشكلة الكبرى إن السيستم اللي من خلاله يعرف المريض إن ده جراح تجميل هو اللي فيه خلل، ودي هي مشكلة المشاكل. يمكن أنا كنت كاتب المقال ده بمناسبة برضو في إعلامية أخرى مشهورة اتعمل لها عملية شفط ودخلت في مشاكل كتير جدا جدا من هذه الجراحة، ويعني أدت بيها إلى مخاطر وأعراض جانبية في منتهى الخطورة. الحكاية دي فجرت كيف تختار جراح التجميل؟ سؤال مهم أوي يا دكتور. دي نفسي كل سيدة بتشوفنا دلوقتي وكل راجل طبعا، لأن جراحات التجميل برضو بتتعمل في الكام، إنهم يعرفوا إزاي يخبطوا على الباب السليم. أولا لا يعتمدوا على السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا دلوقتي فيها نوع من أنواع بصراحة النصب والبيزنس كبير جدا جدا جدا. ما تختارش طبيبك من السوشيال ميديا يعني يا دكتور. في سيدات عاملين صفحات بيعملوا بيزنس مع دكاترة معينين يعملوا لهم يودوا لهم بلغة الزبون أو الزبونة وياخدوا فلوس سمسرة من جراح التجميل، وغالبا ما بيبقاش جراح تجميل على فكرة، وبياخدوا من المريض. دي نمرة واحد، لا تعتمد على السوشيال ميديا، وأيضا لا تعتمد على البرامج الإعلانية التي يدفع فيها الأطباء فلوس. عندي تدخل في النقطة دي واكمل معاك يا دكتور خالد. هل هوس الناس بقى او المشاهير او النجوم في فكرة عمليات التجميل عموما بيساعد الاتموسفير دوت، سواء بقى السوشيال ميديا او البرامج، ان هي تبقى بتروح كونها بقى خلاص هي جاهزة نفسيا جدا في فكرة عمليات التجميل، فبتبقى فريسة سهلة للنوعية دي من الاشخاص اعتقد يا دكتور؟ طبعا طبعا. يعني هو شوف، من حق كل سيدة ان تبحث عن جراح التجميل. أنا على فكرة مش معترض خالص على الفيلر والبوتوكس وكل هذه الأشياء، لأن أنت لما تشوف واحدة نفسيا تعبانة جدا من شكلها، تجاعيدها، ملامحها، أنفها، كل الكلام ده الحقيقة ساعات بتصل لدرجات من الانهيار النفسي كبيرة جدا. فهي يعني دي مش هناخدها على محمل سخرية أو محمل انها بتعمل حاجه رفاهيه او كده. فجراحه التجميل جراحه محترمه جدا وجراحه متقدمه جدا. نمره 2،
في حاجة اسمها جمعية جراحي التجميل، وأنا كلمت هذه الجمعية إنها تنزل الأسماء بتاعة الأعضاء، وفي تليفونات تواصل على فكرة مع الجمعية، قبل ما تروحي تعملي جراحة تجميل تسألي هل الجراح ده منضم لجمعية أو عضو في جمعية جراحي التجميل المصرية ولا والجمعية لأ؟ دي ملهاش علاقة بالنقابة بقى يا دكتور خالد كده. لا لا لا، دي حاجة تانية خالص. ليه؟ لأن في جزء كبير جدا من الجراحين للأسف جراحة عامة، وبيعاف بقى أو يعني بيتفتونوا ويشتغلوا تجميل، ودي كارثة. وكانت الإعلامية الكبيرة اللي أنا كتبت المقال بسببها الحقيقة وقعت في براثن واحد من هؤلاء، مش جراح تجميل أساسا. يبقى إذن أنت لازم أو أنت لازم تخبطي على باب عضو في جمعية جراحي التجميل المصرية، جمعية محترمة جدا كل أعضائها على أعلى مستوى، وبيختاروهم بمنتهى العناية. وطبعا ده من منتهى تحري الدقه طبعا والمصداقيه، تبقى راحه على الاقل مطمنه مين اللي انت راح تعملي معاه عمليه أيوة. مهمه بالشكل ده. ليه بقى؟ ليه جراحة التجميل بالذات أنا بتكلم عنها؟ لأنه لا مكان لأعراض جانبية أو مضاعفات في جراحة التجميل. ليه؟ لأن أنت رايح برجلك، يعني أنت رايح برجليك لجراح التجميل، ما عندكش مرض مميت أو يعني بتشتكي من حاجة خطيرة جدا ما بين الموت والحياة أو لا، أنت راجل أو أنت ست رايحة تعملي عملية تجميل إذا غير مسموح ولو بنسبة 0.5% لأي خطأ، لأن أنا بالظبط رايح عشان ما تقلبش التجميل لتشويه زي ما لتشويه. بنشوف. برافو عليك. الثقافة الطبية بقى العنصر المهم الرابع اللي أنا بتكلم عنه، لابد أن تكون لدينا ثقافة طبية وصحية من الإعلام. حضرتك بتساهم زي ما أنا شفت في عدة حلقات، وأيضا لابد أن وزارة الصحة ترعى برنامجا طبيا يعرف الناس يعني إيه ثقافة طبية صحية. يعني مثلا على سبيل المثال، وده برضو بقوله للسيدات اللي رايحين، في فرق كبير قوي ما بين جراحات التخسيس وجراحة التجميل. يعني الوصف ده مهم قوي يا دكتور خالد، بعض دي الناس معلومة. بيختلط عليها تماما الوصف ده. أيوه. ليه بقى؟ شفط الدهون ليس جراحة تخسيس. شفط الدهون يتعمل امتى؟ لازم كل السيدات يسمعونا في النقطة دي. اتفضل يا فندم. اسمها إعادة نحت القوام. إذا أنت لابد أن تصلي إلى الوزن المناسب تماما، يعني أنت مثلا لو ولو انت 175 اوصلي ل 75 او 76 او 77، وروحي اعملي خفض دهون على الديفوهات اللي موجوده لاعاده نحت القوام ما مره. ينفعش ابدا وانا في وزن معين، ديسكريبشن ايوه الوصف هنا في كلمه نحت انت بتعني ان انت اقدر امتى اعمله، لما يبقى وزنك كذا مش في المطلق. برافو عليك. يعني ما ينفعش واحده 150 وتقول انا عايز اخس بشفط الدهون. لا، ده خطأ يعني شنيع. ليه؟ لأنك الدهون اللي انت بتشفطها ليها كمية ووزن معين، بعده بتدخلي منطقة الخطر. جراحة التخسيس ليها برضو جمعية أخرى، هي جمعيات جراحات إنقاص الوزن، دي ملهاش دعوة بالتجميل، اللي هي التكميم والتدبيس والمش عارف إيه و إلى يعني آخره انت أيا تتفق كان. معايا يا دكتور خالد طبعا ان انا عارف الموضوع ده يطول شرحه ونحتاج وقت جدا طبعا فيه، ان طبعا. اختلاط الامور والتسميات اللي مش في مكانها والديسكريبشن والوصف اللي في اسم ايوه العمليه الجراحيه نفسها هو ده من شانه بيحدث النوعيه دي من الاحداث اللي احنا شايفينها دلوقتي في هذا الاطار تحديدا. صفحة السوشيال ميديا والبرنامج التلفزيوني الذي يقود امرأة لجراح تجميل ليس جراح تجميل، او جراح تجميل ليس على المستوى، هو يرتكب جريمة.
سؤال اخير يا دكتور خالد، ليه دايما الست زاع ان دايما عمليات التجميل، وشفنا على مدار السنوات السابقه رغم ان انت بدات كلام حضرتك معايا ان افضل عمليات التجميل وجراحه التجميل موجودين في مصر، ليه دايما الهوس رايح في كلمه لبنان والمشكله الاخيره بين برضه طبيب لبناني يعني. ففي كلمه كده تقول لي في الحته دي تحديدا. الماركتينج. الماركتينج. نحن الحقيقه ينقصنا السياحه العلاجيه، ماركتينج السياحه العلاجيه، ممكن ندخل منها عملة صعبة كبيرة جدا، يعني تركيا ولبنان بيعملوا ماركتينج كويس جدا جدا، لكن الحقيقة المستوى اللي أنا بشوف من جراحات التجميل أو جراحات زراعة الشعر أو اللي هي الناس مهووسة بأنها تروح هناك أو إصلاح الأنف أو إلى آخره، الحقيقة بتتعمل في مصر بشكل أكبر بكثير. كل التقدير والاحترام طبعا دكتور خالد، بشكر جدا جدا حضرتك على هذه المعلومات القيمة، ومقالتك في الأهرام طبعا واضحة جدا، أو حتى بوستاتك بعد الأزمات الأخيرة الدكتور خالد منتصر، بشكرك جدا جدا على هذا التوضيح.